السجود الأفضل فيه أن يكثر من الدعاء، وذلك لأنه من أرجى مواضيع السجود، وهو أقرب ما يكون الإنسان إلى ربه وساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم، وذلك في هذا الموضع. والعلة في ذلك أن الإنسان مع كونه قريبا من الله جل وعلا على سبيل الدوام، إلا أن ثمة قرب خاص، وهذا القرب الخاص الذي يكون بحسب التعبد والعمل. ومن أعظم مواضع التعبد والعمل ما يتعلق بالصلاة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. وهذا ظاهر أن كل داع إلى الله، داع لله جل وعلا، فهو قريب منه. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فكل داع قريب إلى الله، ولكن أيضا مرتبة القرب تختلف، فأقرب ما يكون الداعي وأن يكون الإنسان في ساجدا. ومن ثمة مواضع أخرى كمواضع عرفة ومواضع الدعاء التي دل عليها الدليل. ما هو الأولى في السجود؟ هو أن يكثر من الذكر أم أن يكثر من الدعاء؟ نقول الأفضل في ذلك أن يكثر من الدعاء ولا يخلي نفسه من الذكر، وذلك من تعظيم الله عز وجل والتقديم بين يدي سؤاله، من تعظيم الله عز وجل وجلاله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يكثر من الدعاء. بالنسبة لالتزام دعاء معين، كان يقول الإنسان: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هل يكرر هذه الدعاء أم يأتي بما شاء؟ نقول: إذا كان الإنسان يستطيع أن يأتي بالأدعية الثابتة في ذلك، سواء كانت في السجود أو كانت في غير السجود، فالثابت في ذلك أن يأتي به أو لا. ومما هو ثبت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لكن تكراره والتزامه من غير تغيير نقول هو مفضول، وهو في الاتيان به في جنسه فاضل، ولكن نقول جمع في ذلك هو الفاضل، يأتي بالمشروع. إذا كان الإنسان يقول: إني لا أحفظ هذه الأدعية، نقول يكثر الإنسان من الذكر والدعاء، ويعلم الله عز وجل ما في قلبه، فإن الذكر يستخرج به الإنسان ما في قلبه من مطلوبه ولو لم يستطع التعبير عنه. وقد جاء في حديث أنس بن مالك وغيره، وقد جاء من طرق متعددة عند الترمذي وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله جل وعلا: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أعظم ما أعطي السائلين. يعني أن الذكر ولو تجرد عن سؤال يجلب من الله عز وجل الإجابة، إجابة لسؤال الإنسان، ولو لم يستطع الإنسان أن يعبر عنه. وهذا كثير من الناس يكون لديه هموم لكن لا يستطيع أن يعبر عنها، ولديه مطلوبات وهي كثر وتتزاحم في ذهنه، فإذا انشغل بالذكر فإن الله عز وجل يكفي عبده تحقيق رغبته، وهو أعلم بما يصلح حاله، ثم يعطيه الله عز وجل حقه في ذلك، والله أعلم.